التنوين بالكسر. هو صوت يأتي آخر الكلمة يشبه صوت الدباب. ويكتب تحت آخر حرف بهذا الشكل. لنرى كيف ذلك. قلمي. قلم. بابي. باب. عددي. عدد. بيتي. بيت. رجلي. رجل. نتعلم مما سبق أن التنوين بالكسر عبارة عن كسرتين، ويكتب تحت آخر حرف في الكلمة. وأضف إلى معلوماتك أن الكلمة التي تبدأ بأل لا تنون، المشطي، مشط، الخوف، خوف، الدمع، دمع، الرأس، رأس، الكرة، كرة.